أولا الأستاذ أفندي محمد محامي بهيئة الدار البيضاء، جئنا اليوم لنشيع جنازة فقيد أسرة العدالة وأسرة الدفاع الأستاذ حسن مطار. نقول أن الأستاذ حسن مطار مهما نقول فيه لن يكفينا جميع الكلمات لنعطي الرجل حقه في سواء كقاضي أو كإنسان. حارب الظلم طيلة مدة تقلده مناصب بالدار البيضاء، أبان عن حنكة وعن تجربة في التعامل مع المساطر الصعبة. دليلنا في ذلك أنه تقلد مناصب بالدار البيضاء وما أدراك من الدار البيضاء، سواء بالمحكمة الزجرية أو بمحكمة الاستئناف. نعزي أنفسنا ونقدم التعازي لأسرة الدفاع والهيئات القضائية في فقدان قامة مهنية من قيمة المرحوم الأستاذ حسن مطار، إنا لله وإنا إليه راجعون. لأدبا كان في قضائه مستقلا عندما كان يمارس القضاء الجاهز، وقد عملت معه وأنا في النيابة العامة هو في الرئاسة، وكنت أنا أمثل النيابة العامة كحكم كقاضي للحكم، وكانت أحكامه صارمة وانضباطه في العمل واحترامه للإجراءات القانونية والمسطرية. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قبل كل شيء، قبل أي كلمة، نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يحسن مثواه وأن يقبله قبولا حسنا، وأن يجعله قبره من قبر من الجنان وليس حفرة من حفر جهنم. فيما يخص أستاذ مطار، أعتقد على أن اسمه له دلالة لغوية، له دلالة واقعية، فهو حقا كان مطارا، وليس المطار بالمفهوم المطار المعروف. كان قويا، كان نزيها، كان إنسانا لا هدف له إلا الحق، لم يكن يجامل أي أحد إلا في إطار الحق، وهذه الشهادة نشهد بها عبر سنوات من الممارسة المهنية كمحامي بهيئة الدار البيضاء. فمطار كان خدوما لوزارة العدل، خدوما للسلطة القضائية، أي منصب تقلده خلال تجربته الحياتية كان عربونا، يعطي عربونا صادقا ويعكس الصورة الصادقة للسلطة القضائية وأهدافها. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يحسن مثواه وأن يقبله قبول حسنا، وهذا ليس عزيزا على الله سبحانه وتعالى. وشكرا. أتقدم بخالص العزاء لعائلة المرحوم الأستاذ حسن مطار رحمه الله، الرجل الذي يشهد له الجميع يعني بطيبوبته وبمعاملته مع الجميع، فبحكم يعني الحمد لله كنا تواصلنا معه فملي كانت الأبواب المفتوحة اللي كانت دارتها يعني المحكمة الاستئناف، وكان أنا ذاك يعني وكيلا للملك بها، ويعني رجل طيب وذو أخلاق عالية، فرحم الله الفقيد والله يجرب المواقف كما قلنا، لان كنا واكبنا معاه كجريده الكترونيه يعني الابواب المفتوحه، وكان رجل يعني ذو تواصل وما كتحسش به انه يعني فهو انسان طبيعي جدا، وهذا يشهد له الجميع. فالمواقف كما حكينا هي هذه، رجل طيب خلوق
كيتمتع يعني بالثقه المولويه ديال صاحب الجلاله اللي وضع فيه الثقه سنه 2010 لما كان وكيلا للملك بمحكمه الزجريه وكذلك بمحكمه الاستئناف وحين تعيينه كذلك كمحامي بهيئه الدار البيضاء. فإلى حين ارتأت الجهه القضائيه باش يكون مستشارا بمدينه الرباط فرحم الله الفقيد وتعازينا القلبيه مره اخرى. وتلقينا فيه معكم ومع الاخوان وجينا يعني في تشيع هذه الجنازه لهذا الرجل بمعنى الكلمه رجل رحمه الله منذ جاء الى مدينه الدار البيضاء والدار البيضاء والحمد لله غاديه وكتنقى ويعني بمعاونه من رجال الامن وكذلك من في يعني الوكلاء العامون ووكلاء الملك فنسال الله عز وجل ان يرحمه. اللهم ارحمه رحمة واسعة، اللهم ارحمه رحمة عامة شاملة كاملة تغنيه بها الرحمة من سواك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. كما نسأل الله عز وجل أن يرزقكم جميعا الصبر والسلوان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منكم هذا الشيع، كما نسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم هذا العزاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا كذلك في الدنيا على وجه الأرض وتحت يعني في القبر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم جميع موتى المسلمين وأن يحفظ بلدنا المغرب بما حفظ بالديك الحكيم. ونسأل الله عز وجل كما دائما أدعو بهذا الدعاء، اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلد المغرب بما فيه صحرانا وملكنا بسوء فاللهم اجعل دائرة السوء تدور عليه. اللهم يا رب العالمين اجعل بلدنا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الجماعي